بس كاترين بس انا عامل كاترين بس عم بعمم على كاترين زين دلوقتي فهم كل العيله حوالي 29 عيله 29 عيله ده كل واحد دور من العيله دي ممكن في ناس اشتغل بس دليل ممكن حوالي ممكن 200 300 دليل في حوالي 600 جمال وحتى اصحاب الجنان فوق عاملين لهم بالدور النهارده بتبيت هنا بتاخذ فلوس بكره بتبيت هنا بتاخذ فلوس بحيث في منظومه عمل كلها كامله Ich bin total überrascht, sowas hier sehen zu können. Also ja, unerwartet, dass hier so kleine Bächlein fließen und alles blüht und grünt und ja, wie in einer Oase. Total schön. السائح بيجي من شرم او من دهب فبيجي هو اللي عارفه ان في جبل موسى ودير سانت كاترين بيطلع الدير بيطلع الجبل بالليل ينزل الصبح يزور الدير يطلع الفندق تاني في دهب او في شرم ما بيشوفوش كل جبال سانت كاترين جبل كاترين مثلا على قمة في عندنا هنا على قمة في مصر ما حدش بيشوفها يعني نادر السائح لما يجي يطلع جبل سانت كاترين وورا جبل كاترين في أماكن برضو جميلة زي عباس باشا زي وادي طينة وادي رمانة وادي جبال جبل الباب الأماكن دي كلها جميلة جدا Oregano? عشان الصخرة على طول تحتها يعني الجو متلج بس الحرارة ما توصلش تحت يعني متخزن فيها طول الصيف من غير أي حاجة. Ist hier überhaupt gar keine bedrohliche Situation. Es ist absolut ruhig. Es ist ja sehr besinnlich und still hier und die Leute sind unheimlich freundlich. I'm really impressed of the whole thing, the scenery, the mountains, the green, little green islands within the mountains, and also by the fact that
people are actually living here. And I don't feel like being entertained by some artificial tourist tour thing.